فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك أناس يؤجرون المحلات للعمالة بمقابل مادي شهري، ثم يتم جرد البضاعة على العامل وهو مسؤول عنها خلال فترة الإيجار، وعند الانتهاء من مدة الإيجار يسلمها كما استلمها، فهل يجوز هذا العمل؟ لا، تأجير المحل لا بأس به، أما البضائع فلا تؤجر. يبيعها عليه، يبيع البضائع، يأجر المحل عليه ويبيع عليه البضائع، أما أنه يأجر البضائع والمحل هذا ما يجوز. نعم.